ان شاء الله هنكون مع حضراتكم في الجوله 19 من بطوله الجمهوريه، يعني مباراه الاهلي امام طلائع الجيش في ملاعب الناشئين في مدينه نصر. الاهلي صاحب المركز الاول، وقبل ما نروح للتحليل الفني للمباراه نشوف جدول ترتيب دوري الجمهوريه قبل انطلاق الجوله 19. الاهلي صاحب المركز الاول، يا ريت لو معانا جدول نعرضه يا شباب. الاهلي صاحب المركز الاول من 19 مواجهه زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم ترتيب دوري الجمهوريه مواليد 2003. الاهلي صاحب المركز الاول، لعب 19 مباراه، فوز في 12 مباراه، تعادل ومكسب. عارفين طبعا بعد انتهاء المباراه بالتعادل بيحصل ركلات ترجيح، واحد تعادل وهزيمه، واحد هزيمه، خمسه، النقاط 39. بيتصدر النادي الاهلي جدول المسابقه، بيتقاسم معاه ايضا سيراميكا كليوباترا 39 نقطه، وانبي في المركز الثالث برصيد 38 نقطه، المقاولون العرب في المركز الرابع 36 نقطه، الزمالك في المركز الخامس برصيد 35 نقطه، بتروجيت في المركز السادس، وطنطا في المركز السابع، والنادي المصري في المركز الثامن. بيراميدز المركز التاسع، المركز العاشر الاتحاد السكندري، ال11 سموحه، 12 نادي فاركو، مركز ال13 غزل المحله، في المركز ال14 مودرن فيوتشر، في المركز ال15 اللي هيواجه النادي الاهلي النهارده طلائع الجيش، في المركز ال16 نادي زد. 17 نادي القناه، في الترتيب ال18 الاسماعيلي، والاسماعيلي واحد من الانديه العريقه اللي دايما كانت بتهتم بقطاعات الناشئين. اتمنى يرجع الاسماعيلي يعني لسابع عهده ونشوف الاسماعيلي في المراكز المتقدمه، خاصه الانديه الجماهيريه لما بتعتمد على قطاع الناشئين بيكون ليها شكل مختلف. الجونه في المركز 19، وفي المركز ال20 السد باسوان، ومركز ال21 بلديه المحله. كابتن حشيش،